وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم: بما نرد على من قال أن القرآن مخلوق لأنه حال في صدور الخلق؟ الروح ما هي حالة في الخلق، الروح حالة في الخلق لكن ما يعلم كيفيتها وأسرارها، وتأتي وتروح ولا تشوفها أنت ولا تدري، أنت ما تعرف كل شيء ولا تطلع على كل شيء. نعم.